لكن الاستلام هو المهم، الاستلام هو المهم. زياد طارق حريف، يلعب زياد، محمد رضا، ممكن الجون الثاني يا ولد، جول 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 زياد طارق. بقول لحضراتكم حريف حريف ويجيب الجون الثاني عشان يأمن النتيجة، إنما فين؟ يأمن النتيجة في الثواني الأخيرة، الوقت المحتسب بدل الضائع. زياد طارق يكافئ نفسه ويكافئ فرقته بالهدف اللي سجله. آدي الحكاية من أولها. زياد طارق استلم أول مرة، قلت هربت منه، إنما حيا الكرة من جديد مع محمد رضا، هات وخد في منتهى الجمال والروعة ويحطها على شمال الحارس عشان النادي الأهلي يتقدم بهدفين. محمد فخري في الدقيقة